والملائكة تجوب أرض المعركة. ويوم تعب المشركين تراجعوا وهربوا، والمسلمون يلحقون بالمشركين، والمشرك بيكون شارد فيسمع المسلمون بصوت مثل ضربة الصوت، ورأس المشرك تطير لوحدها. فراح واحد من الصحابة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم بيخبره باللي شافه، رؤوس تطير لوحدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، ذلك من مدد السماء الثالثة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إني سمعت أن أبا جهل سب النبي، وأمي أوصتني ألا أرجع قبل أن أقتله. عندما تهيأ الفريقان للقتال في بدر، خرج 6 من الفريقين المبارزة، 3 من المشركين و3 من المسلمين. فخرج من المشركين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، ونادوا: من يخرج لنا للمبارزة؟ فخرج 3 من الأنصار لله درهم: عبد الله بن رباح وعوف بن الحارث وأخوه معاذ بن الحارث، وقالوا: نحن نبارزكم. فسألهم المشركين: من أنتم؟ فقالوا: نحن من الأنصار. فقالوا: يا محمد، أخرج لنا أكفأنا من قومنا، يعني طلعنا من قريش أولاد عمنا. فقال النبي لحمزة وعلي وعبيدة: قوموا. فقام الأبطال ووقفوا أمامهم وقالوا: نحن حمزة وعلي وعبيدة. فقالوا: عرفناكم أكفاء كرام. شوف، العرب كانوا أعداء ولكن كان عندهم أخلاق كرامة وعفة، فيهم خلق مع كفرهم، والشباب حميانة معهم، بدهم يبارزوا حمزة وعلي وعبيدة. فتقدم حمزة إلى شيبة بن ربيعة وتبارزوا واشتدت المبارزة، ولكن خرج حمزة وسيفه ملطخ بالدم، أي بدم شيبة، فكبر المسلمون. فتقدم علي ليبارز الوليد بن عتبة، ولكن خرج علي برأس الوليد فرماه، فكبر المسلمون. وجاء وقت عبيدة رضي الله عنه، فقاتل عتبة ابن ربيعة، وعتبة ابن ربيعة من أشد المقاتلين بالقوم، فتبارزوا مع بعضهم وكل واحد ضرب الثاني ضربة قوية، اللي خلى حمزة وعلي رضي الله عنهم بالتدخل، فضربوا عتبة ضربة قاتلة وأخذوا عبيدة، وكان عبيدة مضروب بضربة قوية، وكان عبد الرحمن بن عوف يشاهد المبارزة كاملة. ولما شاف عبيدة ضرب ضربة قوية دخل لنفسه شيء من الخوف، فنظر عبد الرحمن إلى يمينه وشماله ليرى من حوله لمساندته في القتال، فشاف شابين أعمارهم 14 سنة. إيش هالبلية، أنا لوحدي وما حد كفو جنب. وما انتهى عبد الرحمن من التفكير إلا بواحد من الشابين يدقه واسمه معاذ، فقال له: يا عم، أين أبو جهل؟ فقال له: ماذا تريد بأبو جهل؟ فقال الشاب ابن 14 سنة: إني سمعت أن أبا جهل سب النبي، وأمي أوصتني ألا أرجع قبل أن أقتله. فاطمأن عبد الرحمن بن عوف عندما رأى صغار المجاهدين من الصحابة يتسابقون لقتل أعتى عتاة قريش، وبدأ الجيشين يستعدون للقتال. ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى السماء ويدعو الله: اللهم آتني ما وعدتني. فقال أبو بكر للنبي: هون عليك يا رسول الله، وإلا بالملائكة تتنزل بأمر الله. فحضرت الملائكة لساحة المعركة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي متتابعين يتبع بعضهم بعضا. وإبليس شاف الملائكة، وكان إبليس متشكل بصورة سراقة بن مالك، فمسك نفسه وبده يهرب من أرض المعركة، فمسكوا الحارث بن هشام فقال له: يا سراقة، أنت أول ما بتشجعنا والآن بتهرب. فرد إبليس: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، أنتم مو شايفين الملائكة. فاستغربت قريش وهم ما يعرفون إنه هذا إبليس، وهم يفكروا إنه سراقة. فهجم المشركون على المسلمين، ولما اقتربوا نزل الصف الأول وأخذ الرماة بضرب السهام على المشركين، فانسحب المشركون وأعادوا الكرة، فثبت المسلمون وثبتوا، وبقي المشركون يقاتلون لآخر رمق،
وبلش المشركين يتعبون جدا، وبدأ العطش يركبهم والتعب. ولما انسحبوا من الهجمة الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم: اهجموا عليهم فقد ضعفوا. فهجم المسلمون وهم يكبرون، والملائكة كلهم والمسلمين كانوا يشوفوا أناس قاتلين معهم وأول مرة بشوفوهم. ومن هدول الناس اثنين على جنب النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلون عنه أشد القتال، لابسين البياض. ومن الأحداث في أرض المعركة عبد الرحمن بن عوف شاف أبو جهل فتذكر الشابين، فنادى على الشابين وقال: هذاك وأبو جهل، هذاك أبو جهل. فركضوا ركضة واحدة، الأول ضرب خيل أبا جهل والثاني ضرب أبو جهل في حلقه، بس أبو جهل كان في نفس، فضرب أبو جهل واحد من التنين في كف، فقطع يده وما تم ماسك فيها إلا شوية من اللحم في كتفه، وبقي الشاب يقاتل ولكن يده المعلقة تمنعه من القتال، فوضع يده تحت قدمه وسحبها، والملائكة تجوب أرض المعركة. ويوم تعب المشركين تراجعوا وهربوا، والمسلمون يلحقون بالمشركين، والمشرك بيكون شارد فيسمع المسلمون بصوت مثل ضربة الصوت، ورأس المشرك تطير لوحدها. فراح واحد من الصحابة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم بيخبره باللي شافه، رؤوس تطير لوحدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، ذلك من مدد السماء الثالثة، يعني ملائكة من السماء الثالثة. وانتصر المسلمون، وما استشهد من الصحابة ومن المسلمين سوى 14 شخصاً.